صباح الخير. النهاردة السبت، الساعة دلوقتي 1. أنا صاحي من بدري، صاحي من الساعة 7. امبارح نمت بدري على الساعة 8 كده. نمت بدري عشان اتضايقت امبارح، كنت بصور الفيلوج بتاع الجمعة. عملت حركة غبية كده فمسحت الفيلوج خالص وبوظت الدنيا يعني، فاتضايقت فنمت من الزعل يعني، تعبت فيه خالص. فالنهاردة قلت عشان اطلع يعني من اللي عملته امبارح، اصور فيلوج جديد واحاول اعوض اللي راح مني ده. ان شاء الله هعمله تاني. النهاردة السبت، انا رحت لواحد صاحبي الصبح اللي هو جاي اللي كان معايا امبارح في تصوير الفيلوج يعني. مش عارف هيطلع معايا تاني في الفيلوج اللي جاي ولا لا، بس هنشوف يعني. لسه رحت له النهارده الصبح بعد ما صحيت وفطرت وكده. قلت له عايزين نجيب تلاجة، بقالي 4 شهور وداخل في الشهر الخامس هنا من غير تلاجة، وكان القرار ده مكسل فيه جدا. النهارده قلت له انا هجيب تلاجة، قال لي طب ماشي يلا بينا. رحت اقول الاكس طبعا، قعدنا نعمل سيرش على تلاجة ومش عارف ايه، لغاية ما لقينا تلاجة سعرها مناسب. اتصلنا بالراجل، قال لنا ان المفروض جاي بعد 2 أو 3 ساعات، يعني المفروض يبقى هنا على الساعة 2 مثلا، احنا كلمنا على الساعة 11. فاحنا دلوقتي هننزل اي بنك او اي صرافة عايزين نصرف فلوس عشان نقدر نحاسب الراجل اول ما يجي. فيلا بينا. والدنيا بتنزل تلج تاني، بتشتي تلج تاني. احنا رايحين دلوقتي نصرف الفلوس عشان مستنيين الراجل بتاع هيجيب لنا ان شاء الله التلاجة، بس الجو ساعة مش قادر امسك الترايبود ده من الجم ده. الصرافة والبنك مش بعيد عن هنا اوي يعني، حوالي ربع ساعة تلت ساعة ماشي كده. بس هنعمل ايه بقى، اتأخرنا اوي في قرار التلاجة ده. بس الواحد قلقان يجي الصيف وما نعرفش نحط حاجتنا تتجمد. الحاجة دلوقتي حتى واحنا قاعدين في الأوضة الحاجة في حاجة ابتدت تبوظ فعلا، فقلقانين. زي ما قلتلكوا احنا جبنا التلاجة، جبناها من اول اكس، بقالنا فترة بنعمل سيرش، بس النهاردة يعني طقت في دماغي ان احنا لازم نجيبها يعني. جبتها، عملت سيرش على اول اكس ودورنا على السعر المناسب لينا والتلاجة المناسبة. اتمنى انها تبقى كويسة وما يبقاش ليها صوت، ولا انت عارفين قرف التلاجات والحاجات دي. شايف اول اكس في فوق يعني في اوروبا مفيد جدا ان انت تشتري بيه اي حاجة، اي حاجة انت عاوزها تكتب في السيرش تلاقي 100,000 حاجة و 100,000 سعر وتختار براحتك، فهو مفيد جدا، ياريت تستخدموه اللي حابب يعني. البنك دلوقتي المفروض ان البنك بيصرف بسعر اعلى من الصرافات، فهنشوف. معرفش ينفع اصور جوه ولا لا، بس غالبا لا، انا مقفول. نشوف بنك تاني نروح نصرف منه. عارف مرة رحنا كده كان جهاز الانذار شغال، تعرف باين انه اتسرق ومن ساعتها ما اشتغلش.
عارفين في ايه، مع انه مكتوب ورقه من يوم 7 ليوم 9 قافل، بس النهارده 10 مش عارف واقفين ليه. هنروح بنك تاني كده نشوف ايه الدنيا، وما ينفعش هنضطر نصرف من الصرافات بقى ونخسر الفرق فلوس. تقريبا النهارده اجازه البنوك تقريبا، الواحد مش عارف. تالت بنك كده ما قدمناش غير ان احنا نروح نصرف من الصرافات. الابمن بالروسي يعني ايه صرافه. المنطقة هنا اسمها بوشكينسكايا، اتسمت ليه بوشكينسكايا؟ عشان ده هو ده البوشكينسكايا. وصلنا الصراف، اخش اصرف فلوس. زاستي رابوتا يعني ايه رابوتا؟ تاك دلا دلا النهاردة 25.60. Hello. So where are you, sir? Okay. I will waiting to. Okay. Okay, but today you will get it. It's Baziba. Okay, because I have some things to do. Okay, thank you. Bye. Super. الراجل قال لنا هيجي بعد ساعة. بعد ساعة؟ أتمنى إنه يجي. مش عارف. وما يستهبلش يعني. مش عارف. ساعة. طيب إحنا مش هنروح دلوقتي. هنروح روست. روست ده سوبر ماركت. هنروح نجيب حاجة من هناك. يلا بينا. إحنا فين دلوقتي يا رائد؟ في سوبر ماركت بيسموه الروست. فاتين نجيب عدس. رائد جايبنا من آخر الدنيا. او مش اخر الدنيا قوي يعني، احنا بيها بمحطه ماشي شغل ماشي سوق الزاب 10 دقايق ربع ساعه بالمترو عشان عشان نشتري عدس. البيع عاوز عدس، خرمان على عدس، كل يوم بياكل عدس. ماشي البيع خرمان على فول وما عامل ايه. ماشي يا ابو بوبه، سكر بوزه كلها سوكه اوعى سوكه. ماشي هنوريكم الروست من جوه دلوقتي. عم يشتمكم بالروست. We'll be right back.
خلصنا شوبينج. المفروض رائد كان جاي عشان عدس، بس اول حاجه ما لقاش عدس. كل ده عشان يجيب عدس وما لقاش عدس، وجايبنا عشان يلا الحمد لله انه جاب حاجته. بس هترجع مره ثاني يجيب عدس، تيجي معايا الشهر الجاي بقى. لا بكره. طيب ان شاء الله، يعني انسى باللبناني ان شاء الله، يعني ماشي انسى. لا بكره زي ما انتوا بتقولوا بكره. ماشي باتوم. انا كابتن باي. يس انا كابتن باي، اللي هو ترام. انا كابتن ترام. غالبا مش هنلحقه، غالبا هنوصل ساعه مش هنلحقه عشان الاشاره حمراء، فهنستنى كتير. ترام بيجي هنا بياخد وقت كبير قوي قبل ما يجي، عشان كده هنستنى كتير. يعني هنروح البيت نحط الحاجه دي، وهنستنى الراجل بتاع التلاجة لغايه ما يجي. ده الاشاره فتحت خضراء وترام مشي. لا هو ما كانش الترام بتاعنا تقريبا يا راجل، والدنيا مية وعسلية. يا لهوي ما كانش الترام بتاعنا. هنروح استنى الترام في المحطة بتاعته، هنروح البيت نشوف هنعمل ايه بقى. عندنا جيم بالليل، عاوزين نلحق نخلص، وعاوزين نعمل اكل كمان غدا. ان انا دلوقتي بقيت بنام بدري قوي، يعني على الساعه 8 الاقي نفسي خلاص جبت اخر. اخيرا يا جدعان، بعد ما المعاناه كثيره التلاجة وصلت، وما كانوش راضيين يطلعوها لتحت في الامن بتاع السكن، ما كانش راضي يطلعها. قعد يقولوا لازم يعملوا شيك عليها والراجل يبقى موجود، وما بقاش موجود غير يوم الاثنين. فكنا ندفع فلوس كده على الفاضي بتاعه التوصيل من غير ما ناخد التلاجة، بس زبطنا الحوار يعني، والحمد لله طلعناها. وعزمنا الشباب الاوكرانيين على شاي ومش عارف ايه، عشان يعني نكرمهم زي ما بنكرمهم عندنا هنا. الحاجات دي مش عادي خالص ان حد يعزمهم على شاي، فجأة ان احنا هنعزمهم على شاي او كده. بس اخيرا التلاجة وصلت، واتمنى الفيلوج ده يعجبكم، وربنا يعوض عليا على الفيلوج اللي تعبت فيه امبارح. بس ان شاء الله هعيده الجمعة الجاية. ما تنسوش يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيلوج اللي جاي. باي باي.